الشيخ زايد بن محمد بن بطيال حامد وعبيدة بن مبارك بن حول من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، بينما التحدي هنا على الصدارة والانتقال الجميل والمميز من صوغان سمو الشيخ محمد بن مرة المكتوم وسعيد العبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع مهاجر هناك على ثاني المراكز الشيخ زايد بن محمد بن بطيال حامد وعملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة مع عبيد بن مبارك بالحول من يتواجد على ثاني المراكز. انتقل مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات من يأتي شعاع الشيخ زايد بن محمد بن بطيع الحامد وعبيد بن مبارك بالحول، هنا نفس الشعار ونفس هناك أيضا المضمر والمتابع على ثاني المراكز والمركز الثالث. انتقل مباشرة مع المركز الرابع في هذه اللحظات وسلهود شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الخامس وصول هناك من مرموك من يأتي هنا المملوك لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي بتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، بينما هناك على سادس المراكز مع مناور سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا، بينما التحدي من سابع المراكز في هذه اللحظات براق من يأتي على المركز السابع، هناك سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغازمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. نشوان بدأ يتسلل من سابع المراكز حتى المركز السادس في هذه اللحظات، سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم وجمعة بن عبيدة بالدبيلة في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. يأتي شاهين من الجانب الأيمن على ثامن المراكز في هذه اللحظات، المملوك لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي من يتابع انطلاقة شاهين في عملية التضمير والتدريب وأيضا العناية المستمرة لشاهين. انتقل مباشرة مع المركز التاسع، هناك وصول من صوغان سمو الشيخ أحمد بن مكتوم مجمع المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. عاشر المراكز هناك بتحديات المركز العاشر من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي عملية التضمير والتدريب مع أبو سالم سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. الزمول هناك منطلقة باحثة عن الناموس هنا لسن الكبار تحديات الكبار، يا سلام الثمانية كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن. أعود هناك مع الصدارة مع المقدمة مع الرقص الجميل من صوغان، صوغان ما زال مع الصدارة، صوغان ما زال مع المقدمة مع المركز الأول سمو الشيخ محمد بن مرة المكتوم عملية تضمير سعيد بن عبيدة السبوسي، هناك من يتواجد خلف هذا الشعار، بينما المركز الثاني لحظات وصول وعبور المركز الثاني والتسللات من المراكز الخلفية من شاهين في هذه اللحظات، المملوك لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث وصول هناك من شعاع بين يشع على ثالث المراكز في هذه اللحظات، الشيخ زايد بن محمد بن بطيال حامد وعبيدة بن مبارك بن حول في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. من المتسلل من القادم هناك من المراكز الخلفية، الله الله يا سلام ما شاء الله مناور 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 مناور، يا سلام من يتسلل على المركز الرابع في هذه اللحظات سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع هنا في عملية التضمير والتدريب، بينما يأتي نشوان في هذه اللحظات سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم وعملية تضمير، هناك جمعة بن عبيد بن دبيلة من يتواجد خلف هذا الشعار في عملية تضمير والتدريب. وصول من السلهود في هذه اللحظات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. الله الله ما شاء الله قادم مرموق انطلاقة مرموق، ولكن براق براق في هذه اللحظات سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب. تسلل مرموق تجاه
تجاوز مرموق في هذه اللحظات المملوك لهذا الشعار الأحمر مر وعبر هنا ملهقنا الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي في هذه اللحظات. هكذا النداء مشاهدينا الكرام هنا مشاهدي عبر سيدة القنوات هنا أبو ظبي الرياضية. أعود مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول هنا بهكذا التحديات الجميلة والمميزة. يا سلام ما إن شاء الله التحديات الجميلة هنا مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. هناك التحدي من شعاع، شعاع ما زال على الصدارة، شعاع ما زال، ولكن التحدي الجميل من صوغان، صوغان في هذه اللحظات سمو الشيخ محمد بن مر آل مكتوم هناك وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة مع الصدارة. المركز الثاني وصول من شاهين، وصل شاهين يتسلل من مركز تلو مركز المملوك لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على ثاني المراكز، ولكن مناور 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 على المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان وعملية التضمير والتدريب سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثالث وصل هناك سلهود، وصل سلهود على ثالث المراكز في هذه اللحظات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وطارش بن مبارك قوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الخامس وخامس المراكز في هذه اللحظات نشوان هناك من ينتشي على المركز الخامس سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم وجمعة بن عبيدة بالدميلة في عملية التضمير، بينما هناك ياتي مرموق المملوك لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هكذا مراكزنا، هكذا التحديات القائمة هنا مع شوط الزمول، ولكن براق براق سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن سهيل العاملي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. وصول من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العاملي. يلا الله ما شاء الله على هذا الرقص الجميل الرقص المميز هناك على الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول مع العروضات الجميلة العروضات المميزة هناك بتحديات الجميلة هناك أيضا صوغان 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 هنا مع المركز التاسع في هذه الأعراض سمو الشيخ أحمد بن مكتوم جمع المكتوم وسلطان بن سيف المغبالي في عملية التضمير والتدريب مع جسر العبور جسر العبور. يا سلام ما شاء الله على هذا الرقص الجميل المقدمة والصدارة والمركز الأول ما زالت مع صوغان ما زال صوغان مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول سمو الشيخ محمد بن مرة المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. تحرك سلهود انطلق سلهود في هذه اللحظات الله سلهود سلهود راقبته في المركز الثامن، ولكن في هذه اللحظات على ثاني المراكز سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب، ولكن شاهين من الجانب الأيمن شاهين من الجانب الأيمن هنا المملوك لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على ثالث المراكز. المركز الرابع وصول من مرموق تحرك مرموق انطلق هذا الشعار من هذه اللحظات المملوك لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هناك تحركات أيضا من شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المنحنى الأخير المنحنى الأخير المنصة بانت المنصة بانت والناموس ما بين الناموس ما بين، ولكن أقرب صوغان مع الناموس أقرب صوغان مع الناموس مع المقدمة مع المركز الأول سمو الشيخ محمد بن مر آل مكتوب وعملية تضمير سعيد بن عبيد السبوسي هناك مع الصدارة مع المقدمة مع هذا العرض الجميل بهذا الشعار الجميل والمميز دائما من طلاقاته دائما يقدم الأصالة هنا على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. المركز الثاني وصول
الوصول سلهود، انطلق سلهود على ثاني المراكز، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا على ثاني المراكز. تحرك شاهين من الجانب الأيمن من المكان الصعب المملوك لهجن الرئاسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيري، روح يا أبو أحمد مع هذه الانطلاقة الجميلة هنا، المركز الرابع، المركز الرابع، وصول من مناور، ونور ونور هنا المراكز، نور المراكز الأمامية هنا مع مناور سمو الشيخ سيف خليفة بالسيف آل الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الخامس وصول من مرموك المملوك لهجن الرئاسة، عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلو، يا سلام، الكيل الخطير، الكيل الخطير هنا، دخلنا أجواء، دخلنا فعالياته، دخلنا التحديات الجميلة مع هذا الكيلو، الكيلو الكيلو اللي ما بعده كيلو إلا خط النهاية. تحركنا الزمول، انطلقنا الزمول من هذه اللحظات، ما شاء الله، يا سلام، هناك التحديات. صوغان، صوغان سمو الشيخ محمد بن مر آل مكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية تضمير، ولكن سلهود 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 مرموق مهاجر مهاجر شاهين، تحرك الجميع، تحرك الجميع، الشعارات تحركت، الزمول تحركت، العروضات الجميلة هنا من بقية المراكز، ولكن شاهين، شاهين المملوك لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلو، مناور أيضا، مناور تحرك في هذه اللحظات، ونور الله عليكم، نور الله عليك يا المركز الأول هنا بقدوم مناور في هذه اللحظات، يا سلام، سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. تحرك مرموك، انطلق مرموك على ثاني المراكز المملوك لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي، مرموك مناور مناور ومرموك، هناك التحديات الثنائية، التحديات الثنائية على الصدارة والمقدمة والمركز الأول، مناور ما زال، مناور ما زال، مرموك يتحرك، مرموك يتحرك مع الأمتار الأخيرة هنا مع التحديات الجميلة والمميزة. سلام رئاسي، سلام هنا، هناك على فوز مرموك، وتهاني أيضا لعيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي. المركز الثاني كان من نصيب مناور سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثالث كان من نصيب صوغان سمو الشيخ محمد بن مر آل مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الرابع هناك سلهود سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. بينما المركز الخامس كان من نصيب شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. عودة مع التوقيت الزمني، عودة مع التوقيت الجميل والمميز، 13 دقيقة 54 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا المربوك المملوك لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد مايد الأخيلي. المركز الثاني كان من نصيب مناور، قدم العروضات الجميلة سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، 13 54 ثانية ثمان أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث لحظات الوصول هناك من صوغان سمو الشيخ محمد بن مرة المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، 13 57 ثانية ثلاث أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء.